خفة في حادثة. سمعت على يونس ولدي الكبير تصدم، شافو صحابو طرات لي مجد المشكل تصدم، مبقاش كيهضر معصب شاليه الصوت وكي ألم بزاف. ولادي كانوا فرحانين غاديين يشجعو المنتخب وديما الكبار كيمشيو الراجا، غاديين يشجعو المنتخب الراجا ديما في ما كانت. كانوا لاعبين كيتبعوهم الكبار، الصغير عمرهم ما داوهم معاه. كيطلب خو الكبير قال لي اخويا بغيت نشوف المنتخب ونشوف ستين عمرني ما شفتو، ديني اخويا معاك. كيطلب في خو قال لي لا راه الدار غيبداو يخاصموا عليا ما نجيكش. انا يا كنت في دارنا ما كنتش. الدري الصغير بقى يطلب فيه يطلب فيه، صحابو غلبوا فيه قالوا لي حشومه تدي حنا غادي غادي نديه معاك حتى هو يشوف يشوف التيران ويشوف ما مغطر حتى حاجه عادي داه معاه شادين الطريق. طرا ليهم طرات ليهم كسيده، انا ما عرفتش اش طرا في كسيده، انا ما كنتش معاهم. عيط يعاود لينا بالكتبه في الدري في جاك يكتب لينا هو ما تيهضرش. امينه يمكن حنا غاديين محسين في راسي تتقلبات الطوموبيل. بغيت نعتق خويا انا يا صاحبي ياسين هو اللي عتقني، قال لي هبس الزجاج برجلو وكان هو اللي يبارك حدا الشرجم وقال لك وهزني ولاحني انا. قال لي عتق سفيان عتق خوك يونس الصغير، قال لي نقز انت يا ياسين. قال لي لا خويا عتق اخوك عتق اخوك. قال لك نقول لي ياسين هز هز خويا باش نجرو. قال لي خويا راني تهرست من الظهر ما بقيتش بديت نتحرك تشللت اعتق خوك. سوفيا بدا يغوت ما لقاش لي عتقو ما لقاش لي عتقو، طلع للشانطي بدا تيغوت ما جا يطلع حتى الطوموبيل انفجرت. هو يتصدم بقى كيغوت 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 كيغوت. كان تا هو غيلحق عليهم كان غيتلاح باش يتبعو معاه تيقولو خويا وصحابي كيتحرقو تا انا غنتلاح ونتحرك. هيدي دوع جاو امر الله واحد الطوموبيلات هما غاديين في الطريق هما يوقفوا. قال لك جاو عندي هما عاود كيعاودوا لي هاد الدراري. قال لك حنا اللي عتقنا ولدك، اما راه كان حتى هو باغي يلحق على صاحبو خو اللي تحرق وصحاب جروه وبقاو كيصبروا فيه وهو كيغوت وما كيصبروا فيه وهو كيغوت بقى كيغوت. جات لامبيلانس هزاتو بنو طوفيل قال لك مشى ما كاينه لا مراقبه لا والو. الدري كيغوت قال لك من جوج ولا ثلاثه. قال لك وانا كنغوت تمشى لي الصوت قالوا لي السكانير خاسر، بغيت السكانير ندي كل واحد الكونينيك راه 30000 وندي كل واحد الكونينيك ديرو ب 20000 الدري ما عندوش الفلوس. قال لك سدوا عليا في بيتو خلاوني كنغوت كنغوت تمشى لي الصوت مره. قال لك حتى الصباح كان ولد عمي تما في مراكش اتصلنا بيه قلت له خويا عتق ولدي راه في مراكش، حنا ما غنجيو نوصلو من الدار بيضا لمراكش حتى ولدي غيموت ولا طرا ليه شي حاجه. سير اخويا شوف صغير الله يرحمه ويوسع عليه كبير حتى هو غيموت ليا حتى هو يسير عتقو. مشى وصل بعدا وصل ولد عمي قال لك لقيتو سادين عليه في البيت خرجتو. قال لك ويقول ليهم بغيت ندير كتب لي الطبيب السكانير عطيه الورقه تاع السكانير. بغى يدير لي السكانير قال لي السكانير خاسر 20 كنديرو حنايا ب 30 غندي كل واحد الكونينيك ديرو ب 26 وتخلص لومبيلانس ب 4000 ريال وعاد نهزو نديرو لي السكانير. قال لي مع هزو هزو في لومبيلانس خلص الكونينيك دارو لي ب 26 وخلص لومبيلانس وعاد رجع للسبيطار عجب ليهم السكانير. قال لك فعاد جات سميتو بودريقه الله يجازيه بخير و يمكن فين براجه. قالك عاده هما يناضوا بداو مالك شكون قالك سدير السكانير او السكانير كاين هنايا هما قالوا لي خاسر. تشافوا شافوا هذا الشيء عاده قالك شافوا بطريقه وك من الفرقه الراجعه عاده قالك بداو يقولوا لينا لا ما ديروش السكانير كاين. قالك عاده بداو كيدوزوا لي وعاده بداو كيجري هما في الاول ما كاينش اللي يتاهى فيهم. ولدي هو الصغير فيهم واحد الدري حتى هو ولد جيراننا وكان صاحب ولدي كيخو سميتو ياسين وثلاثة أخرين هما ساكنين حدانا تا هما الفوق ولاد حي كنا حي واحد الحمد لله ما عندي ما نقول. بغى الله داه الله بغى الله داه الله الله يهدي هاد الوليدات الله يهديهم. ولدك صغير فاش كيقرا؟ في الثامنة قرا في الثامنة. ولدي الصغير في الثامنة. والكبير؟ كبير دي صون شحال عنده من عام؟ 26 زيد 96 دابا شنو كيدير الحالة ديالو حاليا؟ حالة يرتاح
ما كيهضرش باقي في السبيطار. كانوا غيشدوا لي تما، قالوا لي نشدوا في 36 صيفطوه مع السبيطار حمق ولا شنو. قلنا لهم، قال لهم ولد عمي لا ما نصيفطوش، يوم في الدار البيضاء وتما غتشدوه لا هنايا على الكسبوني ناظره وتمشي. علاش غنمشي 36 انا؟ قال لي سميتو مصدوم ضروري غينعس في السبيطار ساعه. تبع معاه وحاليا دابا فين كاين؟ دابا جيتو للدار ما بغاش يمشي ليا شي بلاصه. كنقول لك كيقول لك تندفن خويا وصحابي على الكتبه تيهضر معايا بورطابل كيكتب ليا، كيقول لك ما نتحركش من الدار الا ما دفنت صحابي وخويا عاد نمشي معاك فين بغيتي. باقي دابا ما هما اليوم 3 ايام وباقي الدراري ما تلقاوهمش لينا، قالوا حتى الغدا ثاني. الحمد لله الحمد لله وشكرا. باقي ان شاء الله تدفنوا الاولاد ما دفنوش واليوم علاش غيجيبوهم؟ باقي ما تيدفن عاد نديرو العشاء فوقاش غادي يجيبوهم. قالوا لينا بحال ضربوا لينا، قالنا مع 8 تكونوا في مراكش، جيو مع 8 تكونوا تما. دابا هما مازالين في مراكش باقي ما عطاوهمش لينا. انا خدت الاخ ديال محمد الخالدي اللي مشى يتفرج في الرجاء نهار الحد اللي وقعت ليه الكارثه ديال مراكش. مشاو مع جوج الليل طرا المشكل، قال لنا تحرقوا، عيطوا لنا قال لنا تحرقوا، الناس تقلبوا. حنا سمعنا ان كاميو هو اللي ضربهم، قالوها لينا حنا، قالوا لنا صحاب اسعافات اللي وصلوهم لمراكش قالوا لك الكاميو اللي ضربهم وتلاحوا. حنا بغينا الحاجه الوحيده اللي بغينا حنا خوتنا مشاو، حنا بغينا حاجه وحيده هو مول الكاميو يحضر فين ما كان يحضر. حنا ما بغينا والو، بغينا مول الكاميو اللي ضربهم واللي وقع في هذه الحادثه هو اللي يحضر. هذا الشيء تنطلبوا حنا من الصحافه ومن الناس الكبار المسؤولين ومن الراجل اللي تتقول حنا واقفين معاكم، وجيبوا لنا مول الكاميو اللي ضربهم اللي لاحهم. خوتنا مشاو الله يرحمه ووسع عليهم الرحمه في هذا النهار. حنا حاجه وحده وتنطلب من السلطات الكبار اللي كل شيء تيسمع هاد الهضره، بغينا خوتنا حقهم ما يضيعش، حقهم ما يضيعش، حقهم ما يضيعش. بغيت انا مول الكاميو، كيف تيقولوا بان نضربوا مول الكاميو؟ ضربهم لاحهم. انا بغيت مول الكاميو يحضر، انا بغيت نوصل كلامي للسلطات العليا. وعاش الملك، هادشي اللي تنقول.